الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. بعض الأحيان يتحدث الإخوة المؤمنون عن قضايا تختلط عندهم المفاهيم، مفاهيم قد تكون إسلامية أو مفاهيم عرفية، ففي واقع الحال لم يتعرفوا على المعنى الصحيح لتلك المفاهيم أو تلك العناوين. مثلا احنا عندنا قضية حسب تعبيرنا العصبية، أنا فلان عنده عصبية أو فلان عنده حمية. العصبية هل هي قبيحة؟ العصبية هل هي مذمومة من ناحية الشرعية؟ العصبية ليست مذمومة بإطلاقها، يعني ليست العصبية بحد ذاتها مذمومة وبحد ذاتها مرفوضة، لا. العصبية التي تكون على حساب الحق، العصبية التي تكون على حساب الصح وتقف موقف غلط متعصبا إلى فكرتك أو متعصبا إلى جماعتك، هذا مذموم. أن أنت تتعصب لفكرة غلط ومنهج غلط بلا أي، حسب تعبيرنا، بلا أي مبرر وبلا أي وجه علمي وشرعي. اللي نسمع مثلا عصبية مذهبية أو عصبية دينية، عصبية المذهبية لا يعني أنه في واقع الحال الإنسان الذي يكون متعصبا لمذهبه هو باطل، لا. إذا كان أمر الحق وأمر الصحيح في جانبي أنا أتكلم عنه وأدافع عنه وأحاول أن ماذا؟ أن أشيعه، وهذا لا يسمى تعصب. التعصب متى يكون قبيحا؟ والعصبية متى تكون قبيحة؟ الجواب عندما تكون على حساب الحق وعلى حساب الصح في قبال الغلط. أنت مصر على موقف غلط وعلى فكرة غلط وتصر عليه على أنه هو صحيح، هاي عصبية مذمومة. والله أنا أحب فلان وأنا أقدس فلان في التاريخ أو في وضعك الآن، الشخصية الفلانية في التاريخ أنا أقدسها، جيد لا بأس قدسها، ولكن لما يقول لك أن هذا مثلا عليه مؤاخذات كثيرة من الناحية الدينية، من ناحية التاريخية، من ناحية على الحالة السلوكية، أنت لابد أن ترجع إلى الحق. يعني ما دام هذا ثبت عليه أنه إنسان باطل أو إنسان غير منصف، خلاص ليش أنا أتبناه؟ لماذا أتبنى شخصا عليه مؤاخذات دينية وعرفية؟ نعم أنا أتعصب للحق بما هو حق وأتعصب للصحيح بما هو صحيح وأدافع عنه. أما الذي نجده اليوم بعض الشباب يدافع عن موقف عشيرته وعشيرته موقفها غلط، ظلم، إخلال بالنظام، سلب ونهب، ولكن يقول لا أنا عشيرتي أنا أدافع عنها بأي حال من الأحوال،
هذه العصبية الممقوتة، هذه العصبية المرفوضة. استمعوا إلى إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى، شوفوا عصبية الغير جيدة، يتبين أكو عصبية جيدة، لما يقول عصبية غير جيدة يعني أكو عصبية جيدة. العصبية التي يأثم عليها صاحبها يعني أكو عصبية يؤجر عليها صاحبها. لما يصير تقسيم هالشكل يعني القضية ليست شنو، ليست بحالها الإطلاقي أو الحال العام العصبية بما هي عصبية، لا، أنا أتعصب إلى وطني، ولكن متى أتعصب إلى وطني؟ يوم اللي يكون وطني موقفه مشرف، مو أنا أدافع عن وطني وإن كان على باطل، وطني متجاوز أو وطني على حال من يديره أو رئيسه إنسان متعجرف متكبر وتعال ادخلوا حروب وإحنا بندخل حروب، ليش؟ لأن هذا وطني، لا، هذا إنسان جبار، هذا إنسان ظالم، أنا أتبعه وقاتل تحت رايته، هذا غلط. يقول الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل، شوفوا، أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. يعني يشوف جماعته وإن كانوا سيئين، أفضل جماعته من عشيرته وإن كانوا سيئين، سلابة نهابة فاسدين ما أدري مسوين قضايا، يشوفهم خير من خيار قوم آخرين، يعني خيرين في قوم آخرين، أنا أرجح الأشرار من قومي عليهم. هذه هي العصبية التي يأثم عليها صاحبها. وليس من العصبية، اسمعوا لإمامكم السجاد، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. أنا أحب عشيرتي، أحب قومي، أحب شعبي. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. إيه حلوها، أنا أوقف مع قومي وإن كانوا ظلمة، هاي عصبية ممقوتة، هاي عصبية مأثوم عليها الإنسان. فش يصير إخواني؟ يصير المدار في صحة الموقف وعدم صحته في كونك أنت متعصب عصبية ممدوحة وعصبية مذمومة، هو الحق. الحق وين؟ إذا أنا أتعصب للحق فأنت صاحب عصبية مأجور عليها ما دام على الحق. وهناك شواهد كثيرة في التاريخ وحوادث كثيرة في التاريخ كيف أن رجالات وقفوا أمام أعز الناس إليهم وأقرب الناس إليهم، وقفوا ضدهم على حساب أنهم كانوا على باطل. هذا فراق بيني وبينك، خلص أنت صاحبي وصديقي يوم اللي تمشي عدل، أنت مو صاحبي خلص ته. وهذه التحالفات اللي نشوفها، تحالفات تصير بين الفرقاء وبين الجماعات وبين الأحزاب على حساب الحق، هذه تعصب، هاي عصبية مرفوضة. أما التحالفات وأنا أدافع عنك وتدافع عني، وأحميك وتحميني، وأوجه لك وتوجهني في سبيل بناء المجتمع، في سبيل حقوق المؤمنين، في سبيل الدفاع عن المظلومين، هاي حمية جيدة، هاي حمية جيدة. يقال في حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في حديث منسوب إلى رسول الله، أنه ما أكو واحد، اسمعوا جيدا هيك الرواية، أنه ما أكو واحد يدخل الجنة بحميته كما يدخل حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب وهو سيد الشهداء وعم الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول هكذا نسب إليه صلوات الله عليه، أنه ماكو شخص يدخل الجنة بحميته
كمثل حمزة. فحمزة هو يدخل للجنة بحميته، عجيب. الحمية تدخل الجنة شلون بالله؟ هاي شلون؟ اسمعوها. تدرون حمزة كان صياد الأسود، إنسان بطل، وكان يطلع وين؟ إلى الصحراء. والجماعة في مكة كانوا مستفردين برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وحده ويتيم وما عنده أحد، ياذونه أذية كبيرة. يعني أبو جهل لعنه الله، أبو جهل يعني كان ياذي الرسول ويحشد الناس على أذية الرسول بطريقة لا تطاق إنصافا. أنا أشرح لكم في القضية اللي هي شوفوا شقد يعني رسول الله ظلم إنصافا. ولد شاب يدعو الناس إلى الله، يدعو الناس إلى التوحيد، وهو معروف بالصادق الأمين. يجي هذا أبو جهل يشوف الرسول يصلي عند الكعبة، ياخذ الأوساخ بين قوسين، الزبالة أي زبالة، مو زبالتنا الآن نصها على حال شياسة ونصها باكيتات ونصها أكل وكذا، لا، زبالة ذاك اليوم اللي هو كلها جيفة، اللي منها روث المعدة، معدة الذبايح. الذبايح من ياخذوا الكرشة يفتحوها، الروث هذا، هاي زبايلهم كانت. كان يأخذ هذه الأزبال ويرميها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرميها على رأس رسول الله، وفي رواية أنه كان يرميها وبعدين يخلي رجله على رأسه صلوات الله، وهو لا يقول شيئا. عمته صفية أعتقد أو عاتقة، ما أدري، واحدة من عماته اتأذت، شافت ابن أخوها هالشكل يسوون بي، والناس جبابرة، ناس متكبرين، تأذت، كلش تأذت. فحمزة روحي في داخل حمزة، ما أدري رايحين زايري في أحد، شهداء أحد، حمزة هناك في مكة قريب المدينة، وزيارته عجيبة. زيارته أنا ما شفت زيارة لأحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله بهالطريقة من الشجاوة والحزن والمصيبة. على أي حال، حمزة كان يرجع من الصيد، عمته طبعا يقولون أنه حمزة من كان يرجع من الصيد ما يرجع للبيت إلا ما يطوف بالبيت، يعني كأنما يزور الكعبة ويروح إلى بيته. يقول من إجا عمته، أخته يعني، أخت حمزة اللي هي صفية وعاتكة وهي عمة الرسول، قالت لحمزة أنه يا حمزة فعلوا بابن أخينا كذا، محمد سووا له هالشكل، ذبوا على راسه روث، زبايل، أذوه، سحقوا راسه. حمزة حسب تعبيرنا العرق الهاشمي نط عنده، هاي العرق الهاشمي هي العصبية، زين، نط عند العرق راح. أولا جاب الزبالة اللي رماها، هاي الروث ما روث اللي رماها على رسول، لمها وراح على رأس أبو جهل. أبو جهل تعرفون من أبو جهل؟ شخصية ثانية في مكة، زين، رماها على رأسه، وكان بيده هذا مال السهم القوس، ضرب على رأسه كم مرة، قال له إذا رجال قوم ردني، رجال قوم ردني. وبعدين تقول الرواية هكذا أنه هناك قال إني أشهد بما دعا إليه ابن أخي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابن أخي محمد رسول الله. أسلم، بس أسلم بحمية، أسلم بحمية، شاف حق ومظلومية وكذا، فأسلم بحمية. فما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل الجنة بحمية كماذا هكذا، لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، غضبا للنبي في حديث السلا. حديث السلا يعني هالوصاخ والكذا الذي كان يلقى على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن حمية جيدة أخواني، ولكن حمية في من؟ في الحق، حمية في الحق، مو حمية والله ابن عمي وأنا أنصره سواء كان ظالم أو مظلوم، مو هالشكل.
ظالم أنا ما أنصره، ظالم لا أنصره. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أشوف بعض الناس يأخذهم الكبرياء وتأخذهم الحمية. الحمية باللغة الأنفة، الأنفة يعني يأنف، يأنف أن يتنازل، يأنف أن يخضع. هاي الأنفة بعض الأحيان يشوفوها في قضايا عجيبة غريبة. واحد من الشباب كان ويا أصدقاء، وأصدقاء سوء، دعوه إلى السوء ودعوه إلى السوء. فقلت له يا فلان أنت خوش ولد، أبوك خوش رجال، وين رايح؟ قال سيدنا، لأنه اسمعوا اسمعوا والله العظيم هذه مؤلمة مؤلمة، قال سيدنا إذا ما روح وياهم يعيروني. تسمعون؟ إذا ما روح وياهم يعيروني. قلت مو رجال، أنت مو قدها، وأنا أعنف. هو يقول أنا أعنف أنه أنا مو رجال، أنا رجال ويروح يسوي الغلط، أنا رجال يشرب الغلط. هاي حمية، هاي حمية جاهلية، هاي حمية جاهلية لا يقبلها الله ولا يريدها الله. فلان فلان ما يطلق زوجته، زوجته يقول ابوي طلقني انا ما مرتاحه، وانت ما تريدني خو طلقني. لا، شلون الناس يقولون عني انه زوجته كذا وانا ما اتنازل؟ لانه ابوك قال انا ما اتنازل. هاي الحميه العصبيه الغير، شنو؟ الغير الممدوحه، العصبيه التي ياثم عليها الانسان. الحق لا يخضع له والباطل يميل اليه، هذه حمية جاهلية. وعن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يقول إن كنتم لا محالة متعصبين، إذا عندكم تريدون عصبية، إذا إن كنتم لا محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف. يلا فزعة للمظلومين، فزعة للأيتام. جميل حلو، هذه فزعة. وعن الرسول صلى الله عليه وآله خيركم، شوف الرسول ماذا يقول، خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. دافع عن عشيرتك بس مو بالغلط، مو بالمعصية. وعن عليه حال أمير المؤمنين كلمات كثيرة وأحاديث كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، أن يرزقنا حمية وعصبية الإمام أمير المؤمنين، وعصبية حمزة سيد الشهداء، وعصبية المؤمنين على طول التاريخ. هذا هو اللي في واقع يظهر، هذا الذي يؤجر عليه الإنسان. أما عصبية إبليس اللي قال له الله أسجد، قال لا شلون، أنا خير منه، أنا أفضل من آدم. بابا الله يقول لك أسجد إله، فتعصب إبليس لأصله، خلقتني من نار وخلقته من طين. تعصب إبليس لأصله امتنع عن السجود، فأصبح من الغاوين الضالين الذين على حال إلى قيام يوم الدين هو ملعون على لسان الله وأنبيائه ورسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العصبية في الحق، والحمية في نصرة الحق وأهل الحق، وندافع عن ديننا وعن مذهبنا وعن الحقيقة مهما بلغ الأمر. نعم، عندي متصل، تفضل. الأخ مهيب تفضل. أصلا ما التلفزيون. تفضل. تسمعني؟ نعم أسمعكم. عندي زوجتي. نعم. رمضان الماضي تمرضت بمرض ضمور في الأعصاب. وسوينا لها غسل بلازما، غسل دم، ودخلت مستشفى. المهم هسه هي حامل وصايمه هسه حاليا، وعندها شرجي بعينها يعني وبحلقها، فوضعها تعبان شوي يعني وضعها تعبان. الو اسمعك حبيبي، كمل. اي يعني من الصوم تتخربط قد مره يعني وضعها تصير مو زين، فشنو يعني؟ شكرا يا مهيب، شكرا شكرا. علي تفضل. شلونك مولاي؟ شلون صحتك؟ حياكم الله، بارك الله بكم. مولاي انا اشتغل بالعسير ولقيت لغطه
مستمر يعني ذهب. وين تشتغل؟ بالعتيق يعني. في العتيق ايه؟ ولقيت لقطة ذهب وأريد أستفسر عنها يعني هل يجوز أصرف فلوسها يعني يعني انت عفوا بالازبال لقيته بالازبال لو وين؟ اي نعم نعم بالازبال. مشكور يا علي الله يبارك فيك ان شاء الله تعالى حبيبي. نعم عندي متصل اخر. أم آمنة تفضلي. أم آمنة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بنتي من السنة متوسط بس أول كلية طب. سيد مصر عصبية تضربني تغلط علي يعني سيد من أجل هذا الشيء غلط مثلا لا تحطي مكياج لا تنشرين صور على الانستغرام. سيد تقول أنا إذا أعيش حرية أنا إذا أعيش حرية يعني ضربناها قبل كم يوم أنا ووالدتها يعني كسلناها جوا إيدينا. لا لا إله إلا الله. بس هي يعني مصرة بأن هي تسوي هذا صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ضربت سيد ضربت يعني غلطت على والدها دعت علي يعني سيد حلم أذيتنا وأنا لسه مخليتها عدي أجدها وأريد أرجعها بس ما أقدر أرجعها للبيت. أسأل سؤال يا أم آمنة. أم آمنة أسألك سؤال. أي سيد أقول هي محجبة. اي سيد محجبه. محجب وصلي وصلي والصوم بس بالكليه لا تلبس البنطلون تدحر قميص بالبنطلون ثاني هذا شيء حرام ما يصير ما يجوز. بني تقدر تقول انا صديقاتي سوين يعني انا يعني شنو اسوي انت متخنسه انت معقده انت ما اعرف شنو هاي يعني اكو حريه اكو شيء ماكو هيك بعد ماكو احنا سبقت غير ذاك وقتكم تقول يعني. صحيح صحيح. أشكرك يا أم آمنة بارك الله بكم عافاكم الله وهدى الله ابنتكم. نعم ناصر تفضل يا ناصر. شلون سيدنا؟ تفضل حياك الله عيني تفضل. يا ربي يوفقك سيدنا. أنا موضوع على الاستخارة وصار تقريبا أكثر من شهر إذا حصلت اليوم ما حصل. فشنو مطلوب؟ الاستخارة يعني أنا ناوي أشتري بيت واستخارة عليه قلوا له مو زينة. إي إي فأنا جاي أستفسر من عندك يعني الاستخارة صحيحة أو بها اشكالات. انت رايح ماخذ خيره والخيره طلعت مو زينه والبيت انت تريده وشلون الان؟ شلون الان تريد البيت والخيره مو زينه؟ هي هذه بقيت انت بين امرين. ليش اخذت خيره اذا بيت زين وانت سائل عنه وشايفه ومناسب؟ ليش اخذت خيره بعد؟ خيره شنو؟ بعد احنا عندنا الماشيه عنا وقبلنا يعني بياخذون. شنو نازله ايه قرانيه انه اذا اردتم تشتروا بيتا استخيروا؟ ايش يعني ما اعرف والله سيدنا ليش اسالك. الله يبارك فيك ان شاء الله اجاوبك حبيبي ناصر بارك الله. الله يسلمك. بس جاوب الناس اللي التلفزيون ما عنده. شوف ناصر حبيبي الاستخاره. أيوة. الاستخاره وارد روايات ان الانسان اذا احتار في امر ولا يعرف ايهما خير انا اسافر لو ما اسافر ما ادري. فكرت وناقشت وفتشت بس تبين انه وضعي غير مستقل او اريد انطي بنتي هذا الولد خوش ولد انا سالت عنه وكذا بس في قلبي شيء محتار. فالحيره في واقع الحال نستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك وليست الخيره في شيء نحن نعرفه شيء نحن نشخصه بحسب العقل والعقلاء والحساب والحسابات وامور اخرى أن هاي القضية ما بها أي مشكلة. فأنت تجي تاخذ خيرة على قضية هي واضحة واضحة السلامة واضحة المطلوبية هذا ليس صحيحا. الآن تقول أنا شو أسوي سيدنا؟ أدفع صدقة بابا أدفع صدقة واشتري البيت إن شاء الله تعالى ماكو إلا الخير والبركة إن شاء الله. نعم. أم مصطفى تفضلي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يبارك فيك وتفضل. سيد زوجي كل شهرين أو ثلاثة أشهر يروح مرة واحدة على مود عنده مسواق يروح الكركوك. بني. فالبارحة راح خبرته هسه جاي بالطريق، قال لي أنا بعدني على صيامي. بني. فما أعرف يعني الصيام مالته هسه جائز ليبقى على صيامه لو لا. هو كثير سفر؟
لا 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 لا، خلينا نقول كل شهرين ثلاثة يروح مرة بس. سفرته هذه بس؟ اي يعني هذا شهر رمضان بس، هاي المرة راح يروح، ما يروح بعد من ناس شهرين ثلاثة. واضح. شكرا يا أم مصطفى، شكرا، حياكم الله. علي تفضل يا علي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ والله يحتاج إلى دعاء، صحتي شوية تعبانة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب إن شاء الله سيد. تفضل حبيبي. الله يبارك فيك. مولانا سؤال اللي عندي، الإمام علي عليه السلام أفضل أم نبي الله موسى أفضل عليه السلام؟ زين، هذه مسألة شرعية لو مسألة عقائدية؟ يعني احنا نسمع يقولون الامام علي عليه السلام افضل حتى من الانبياء السابقين باستثناء رسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. مشكور يا اخ عبد العزيز، اشكرك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد بليز، احنا انا قبل فتره يعني عندي فد مبلغ بسيط قمت اشتغل به، نبات ابيع دولار ونوات يجون المستعجلين يريدون يعني هيك مبلغ، فهم شو يقولوا لي أنطيك عليه هدية بدون ما أحدد عن شيء، فإذا شوفها يعني هدية حلال حرام. يعني تعطيهم دين، يعني تعطيهم دين الحين ويطوش عليه يعني أرباح؟ إي ياخذوا فلسفة يرجعوا لي. واضح يا أخت أم عباس، إن شاء الله تعالى وبين الجواب. مشكورة. نعم، متصل آخر. نعم، راضي، تفضل يا راضي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا أنا عندي مصطفى مال الفضة. نعم. وفي ناس تصور من عندي. أخي ابتعد عن التلفزيون، اطلع برا الغرفة، ابتعد. اطلع عن الغرفة. اطلع. راضي. والناس ينسون المسواق يمي. يتسوقون وينسون المولات. بلي. يظل المسواق يمي وانا راضي. ما اعرف يعني هذا شنو مصيره. واضح، حياك الله يا راضي، حياك الله. مصر الاخ انه الموبايل التلفزيون يبقى صوته عالي. ابتعدوا عن التلفزيون، تكلموا معي، جزاكم الله خير. نعم. متصل اخر. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مولانا شلونك، اخبارك؟ سلمكم الله تعالى. مولانا انا اشتغل شركة مال منتجات اعشاب، مال مواد شامبو، مال شعر، مال بشرة، مال تفاخر. الشركة هي بإيران اصلها. بلي. واحنا وكلاء اخذنا هاي الشركة اي بسألتك مو واضحة حبيبي، انت تشتغل بشركة وكيل للتسويق، انت تسوق تسوق اسمعني، تسوق المنتجات، بعدين تقول الشركة قالوا يا بذول ثلاثة اشخاص تو تعاملوا معاهم بطريقة اخرى، شنو الطريقة؟ هم ذول انا اليوم اذا دعيت ثلاثة اشخاص في هذا العمل يسمونه بعمل كل مستوى ذهب، يعطونك ارباح على قدر مستوى ذهب، وهذول الثلاثة إذا الشهر اللي جاي هم جابوا كل واحد ثلاث أشخاص. بلي الشبكة، تسوق الشبكة، تسوق الشبكة. تسوق الشبكة. تسوق الشبكة. حلال أم حرام على من أول قول يا أخوي حتى أحسنت، واضح، حياك الله حبيبي. هم يقولون إذا تقول لي نرجع، سمحت نرجع، تسوق الشبكة مباشرة يقول لك حرام. عافية عافية عافية. يعني أنت تقول هذا الاسم قد بسرعة يقول لك حرام، بس أنت قول لهم بالطريقة اللي صايرة. أشكرك على حال نباهتك، واضح. نعم نعم. خضير تفضل. خضير حياك الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. عسكر داوم كركوك، داوم 14/7. 14 نلتحق الساعة 6 الصبح، نوصل مقر الدوام قبل أذان الظهر، علينا إفطار لهم علينا إفطار. نلتحق إلى العمل قبل الزوال. إيه
علينا الطار يعني لون القفاني. شكرا يا خضير، حياك الله حبيبي. متصل آخر، بلاسم، تفضل يا بلاسم. بلاسم ابتعد عن التلفزيون رجاء. السلام عليكم. اطلع من الغرفة بلاسم. عليكم السلام، اطلع من الغرفة. السلام عليكم سيدنا الجليل. اطلعت من الغرفة؟ اطلعت، الموبايل بيدك، اطلع من الغرفة بابا، اطلع اطلع. الو العفو، اطلع من الغرفة بلاسم حتى اتكلم وياك رجاء. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. اطلعت العفو. الو حبيبي اطلع برا شوي، الله يخليك، هذا الصوت جاي يأذينا. تفضل. عافية. ايه من اول، تفضل لسه، تفضل معنا سيد. ايه كلش اسمعك، تفضل مولاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك سيدنا. ابو هاني صايم، انا عمري تقريبا حدود 47 سنة. نعم الله يبارك فيك. مشكلتي الوحيدة هو التسكين. شنو؟ ادخن يعني، ادخن يعني دقائق، ما اقدر التسكين بس، اما انا صايم الحمد لله وشكرا. صحيح. والان 12 يوم في رمضان مر علينا، وانت صايم مع الدخان لو بدون دخان؟ نعم صايم الحمد لله. مع الدخان لو بدون دخان؟ نعم. بلاسم جاء تدخن لو بدون تدخين؟ ادخن اي والله، انا المخزين سيدي ست ساعات دام الله. الان الان انت صايم تدخن ايضا لو عفت التدخين هالايام؟ لا انا دخن بالصيام يعني، وانا صايم بدخن يعني ما اقدر يعني، سبحان الله ما اعرف شو ليش انه ما اقدر يعني صراحه، بس الحمد لله استكملت يعني، ايام صامت الحمد لله. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. مشكور يا بلاسم، حياكم. الاخ مهيب يقول ان زوجتي مريضه عندها ضمور في الاعصاب، وسوينا لها غسل دم وكذا، وهي هم حامل وصايمه وعدها على حال شرجي. المهم يقول تراكمت عليها المشاكل، ولكن مع ذلك صايمة. وأنا قلتها يوم من الأيام أنه بعض النساء إنصافا أكثر التزاما من غيرهن واقعا، مع ذلك هي صايمة، والبنية المرة تقول أنه أنا أصوم. يقول سيدنا بس بتأذاه يعني. أنا ما أدري أخ مهيب يعني، أنت رأفة ورحمة وعطفا بزوجتك أو واقعا هي متأذاية؟ إذا ما متأذاية بينها وبين الله، بينها وبين الله ما متأذاية، وتقول لا طبيعي سيدنا، تبقى على صيامها. إذا كان لا يؤذي صحتها ويضاعف مشكلتها فلا تصوم، فلا تصوم إذا كان يضاعف مشكلتها ويؤذيها. علي يشتغل في العتيق يعني على حال بالطمر الصحي، يقول هناك أنا عثرت على قطعة ذهب، قطعة ذهب شنو اللي أسويها؟ حبيبي يا علاوي، سمحت السيد يقول هذه الأمور تصدق بها عن صاحبها، تتصدق بها عن صاحبها، وأنت فقير من قاعك، فأنت أنطيها إلى على حال منه، أهلك أخوك منه يعني بيناتكم لا إشكال في ذلك. الأحوط عند السيد التصدق، وهي على حال لقطة مجهولة مالك ما معلوم، فيمكنه ماذا؟ يمكنه التصدق بها عن صاحبها، وأنت لأنك فقير بما أنت فقير فيمكن أن تتصدق على تعطيها إلى أهلك، ما في مشكلة. أم آمنة تقول بنتي من الثاني متوسط إلى الثانية الطب تدرس طبية، هي تتجاسر علينا وتقف أمامنا وتناقشنا وتهيننا، ومتمردة، متمردة على الوالدين، متمردة على والديها. ويقول المشكلة أن أصلي والصوم لابس عباية، بس بالجامعة أصير شيء آخر، بالجامعة أصير شيء آخر، فشنو اللي نسوي سيدنا؟ شوفي يا أم آمنة، مشكلة الجامعات، مشكلة الجامعات والكليات انصافا صار أماكن تحوير الإنسان وتحويله، والجماعات المنحرفة، جماعات المنزلقة، جماعات الفاسدة جاي تأثر على
على حال المتدينين والمتدينات بشكل أو بآخر. هذه بنتك صارت، هاي بنتك صارت فريسة، صادوها كمين، البنات الغير المؤدبات غير المحجبات صارت كمين، وقعت في كمينهم وأصبحت إنسان غير ملتزمة. أنت تقول لي ماما إحنا مو مهم تحبينا ما تحبينا، نريد مصلحتك ما نريد مصلحتك، مو مهم ماما. أنت تقلدين، أنت تراجعين إلى مرجع تقليد، لو لا أنت تقول أنا ما أقلد أحد ولا أقبل أحد ولا كذا. إذا هالشكل يعني أنت على حال ما عندك انتماء ديني، يعني أنت انحرفتي. إذا تقول لا أنا أقبل، أقبل سيدي سيستاني، أقبل مثلا المرجع الفلاني، زين روحي ماما سألي، إحنا خلينا على كتر، روحي سألي شوفي شنو المطلوب شرعا. هل صحيح البنطلون وحدة تطلع به على أساس حجاب، والقميص الضيق حجاب؟ هذا صحيح ماما؟ الحجاب يعني بس واحد يشد رأسه يشد شعره، هذا يعني يستر شعره؟ يصور البعض أنه فقط تلبس هذا الربطة وسد شعرها حتى لركبتها وجسمها ورجليها وكلها مجسمة يعني هذا محجب، هذا ليس حجابا يا أخواني، هذا ليس حجابا. فنحتاج إلى وعي يا أخوان. أنتوا مشكلتكم لما تشوفون بيتكم هالشكل، بيتكم لما تشوفوها هي متأثرة بصديقاتها ومن يعني منخرطة مع صديقاتها، ليش خليتوها تدخل الجامعة؟ يعني أنا ما إذا قلت تعالوا منعوا بناتكم، إحنا بناتنا جامعيات، بناتنا دكتورات وبناتنا تخرجن، بس ما أكو أرضية فساد بهالشكل هذا اللي يجروها وتقعد تنظر للدين أن الدين مو هذا والدين كذا والدين حرية. أي حرية؟ حرية أي حرية؟ حرية ولو كان في خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. الله يهديها إن شاء الله. أم مصطفى تقول زوجي كل شهرين يروح إلى كركوك يجيب سلعة وهو باقي صائم. على حال إن شاء الله الله يجرى، يعني هو يعني لازم يفطر، لازم يعني يجوز له الإفطار، والصوم مو واجب في السفر بل غير مشروع في السفر. إنسان من يسافر أن يصوم غير مشروع شرعا، مو شرعي يعني. فهو ممسك، هو أمسك عن الطعام والشراب، إن شاء الله تعالى يقضي هذا اليوم اللي راح به إلى كركوك، يقضي هذا الصوم غير صحيح. الأخت أم عباس تقول مبلغ أنا أشغله للناس وبعدين ناس يجون يقولون طينا ونطيتش عليها القد، هذا لا يجوز. ما يجوز أن تنطين فلوس الآخرين، والله نطيش فتشي إن شاء الله فتشي ننطيش، هشنو فتشي تنطيني؟ يعني أم عباس لو ما ينطوش هذا الفتشي، هذا الفتشي ما ينطوش إياه تنطيهم؟ يلا جاوبي. لا، تقول لا سيدنا أنا أنطي حتى أحصل فتشي، إذن هو ربا، أنت تنطين حتى تحصلين. مرة أنا أنطي ما أريد أحصل فشي، يعني قربتي إلى الله قرضة حسنة، هم ينطوني من يومهم جزاهم الله خير، بس أنا ما أشترط ولا أنه دوافعي هذه. أما أنت تقول أنا ما أنطي إذا ما ينطوني فهذا ربا بابا، دير بالك لا تدخلين درهم ربا في حياتك. وأنا قبل يومين ثلاثة كان عندي موضوع عن الربا استمعي له. راضي يقول عندي بسطية خضروات والناس يتسوقون ينسون هذا الكيس العلاقي ينسوها، شو اسوي سيد؟ الى اخر الوقت خضير، الى اخر الوقت راضي عفوا، الى اخر الوقت اذا اجوا، اذا ما اجوا وهاي السلعه راح تخرب، يعني الطماطم راح تخرب، ما ادري الخضروات راح تذبل، تقدر تصدق بها عن صاحبها، تطير واحد فقير يقول لها الك، واضح ابني؟ إلى آخر الوقت صار، آخر الوقت راح تعزل وبعد والسلعة راح تخرب. مرة تقول لا بار السلعة راح تبقى، يعني تفاح ومدري كذا ويبقى، أخلي يمي أماني يوم الثاني إذا رجع الرجال جيد. أما إذا تخرب يعني يسرع إليها الفساد، يسرع إليها الخراب، فتصدق بها عن صاحبها. علي يقول أنا أشتغل في شركة منتجات تجميلية وقالوا لي إذا تجيب مشترية جدد هالشهر هذا واحنا نعطيك زيادة أرباح، والثلاثة أيضا يجيبون ثلاثة جدد نعطيهم أكثر مضاعفة، يعني كل ما تجيب زبائن أكثر نعطيك ربح أكثر. لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، هذا في الواقع
مو تسوق الشبكي بذاك المعنى. تسوق الشبكي بذاك المعنى ما بي سلعة ذات ثمن سوقي وكذا، وإنما شيء. أما أنا لما أبيع هاي السلعة التجميلية أقول يا أبا أنت إذا جبت ثلاث مشترية والمشترية جبوا ثلاث مشترية إحنا نزيد في أرباحك بهالمقدار، أنا أصير دلال أجيب أكثر زبائن بهالمقدار ما في مشكلة. أما إذا كان وراء أمور أخرى وأشياء أخرى الاحتياط عند سماحة السيدة الاحتياط تجنب هكذا معاملة. خضير 14 يوم دوامة وسبعة أيام يرجع لبيته، يقول أنا ألتحق للعمل إلى الدوام قبل الظهر. ابقى على صيامك يا حبيبي، يعني انوي الصيام لأن 14 يوم راح تبقى، و14 يوم يعني إقامة وزيادة، أنت مقيم وزيادة، فتبقى الصوم إن شاء الله في عملك، وتقدر على حال تكمل عملك في ماذا؟ في النهار اللي أنت فيه، ما دام تصل قبل الزوال، ما دام تصل قبل الزوال تبقى على صيامك ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. بلاسم يقول أنا صايم 47 سنة عمري، مشكلتي الدخان، ولا أقاوم الدخان، ما أقاوم الجيجارة، الجيجارة تقهرني، الجيجارة على حال تصرعني، وأنا أستسلم أمام السجارة، أطيع الله وأصوم وأصلي، بس الجيجارة ما أقدر عليها. حبيبي الأحوط وجوبا ترك السجارة، والسجارة من المفطرات، وإذا أنت تراجع إلى فقيه كسماحة السيد السيستاني فأنت صومك في إشكال، فارجع إلى الله، قوي إرادتك، حاول بأي طريقة من الطرق أن تنهي يومك بدون سيجارة، وإذا تقول ما أقدر قوم سافر، سافر اقطع مسافة 25 كيلومتر اشرب لك سيجارة وارجع وكلك لقمة وارجع، يعني افطر بعذر شرعي، مو تقعد بالبيت لأنه تشرب سيجارة والله أنا لأنه ما أقدر، ليس صحيحا يا أخ بلاسم. الله يهدينا ويهديك بحق محمد وآل محمد، اللهم بحق هذه الأيام الطيبة عافي، أنا متعب انصافا وكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا انصافا، شهداءنا عندهم حق علينا كبير أيها الأخوة، شهداءنا عندهم حق كبير، عوائلهم مريتوا عليهم وديتوا لهم شيء، فكرتوا بوجبة لهم، سلمتوا عليهم، اذهبوا إلى عوائل شهدائكم فإنهم عزتنا أنصافا، ذولا أولاد الشهداء أبائهم عزتنا وعزة وطننا ومقدساتنا. اللهم عافي جرحانا، اذهبوا إلى الجرحى زوروهم سلموا عليهم، قولوا لهم نحن ندعو لكم دائما وإن شاء الله تعالى تتعافون بأسرع وقت، ولا تنسوا إمام زماننا، اللهم عجل في فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، قولوا آمين. جزاكم الله خير، ولا تنسونا والدي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.